الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. مؤسسة الدنيا تحتفل بنهاية الموسم الدراسي. أستاذة بشرى مرابط، شنو هو السر بهاد الوليدات؟ كاين واحد الانسجام كبير بينك وبينهم. الحمد لله، كيف ما كل سنة كنحتفلوا بنهاية الموسم الدراسي بحضور الآباء والأمهات العزيزات، ووليداتنا حنا كنبغيوهم وكنفرحوا بهم بهذه الطريقة، وتا هما كينشطوا لأن الحفل كيدخل لهم السرور والبهجة على النفوس ديالهم. كي داز عندكم الموسم؟ واش صعيب واش ما صعيبش؟ كي دازت الامور؟ كي دازت الوليدات الدراسه ديالهم؟ والوليدات زويونين، واخا هما غاديين وكيقبحوا، ولكن حنا ولفنا هذا لو دومين، ولفنا وما وليداتنا وما تنسخاوش بهم، خصوصا ملي كيوصل هذا لو موا دو جوان كاين اللي كيلتحقوا بالمدارس الكبرى السي بي اي تو. كنتمنوا لهم مسيره موفقه، كنتمنوا ما ينساوناش، وحظ سعيد للجميع. مؤسسة الدنيا طلعت عدة أجيال والحمد لله متفوقين في الدراسة ديالهم، شنو هو السر ديال التربية ديالك لهاد الوليدات هادو؟ شو الإنسان مين كيبغي واحد لو دومين كيعطي فيه، فاحنا دابا عندنا 24 سنة في هاد لو دومين، كنبغيو الوليدات وهاد لو دومين كيمشي في الدم ديالنا، فوليداتنا اليوم أطباء وكيني تبارك الله مهندسين وكنتمنى لهم حظ سعيد، اللي غيشوفونا غيتذكرونا إن شاء الله. بغيت رسالتك لكل المحبين أستاذة بشرى المرابط، رسالتك اليوم. كنبغي نقول كاع اللي كيعرفني أنا كنموت عليك، وكنبغي نتمنى لهم عيد مبارك سعيد، كل سنة هما طيبين وعيد سعيد. ونسينا الزوج ديالك، واش مدعمك في إطار العمل ديالك؟ بيان سيغ، اي وراء كل، نقول وراء كل رجل عظيم امرأة، وكذلك وراء كل امرأة عظيمة زوج. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.